السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نستعرض لكم عجلة البدلة اكس، واللي تعتبر من اقوى عجلات بدلة اكس اللي مرت على لعبة ببجي موبايل. بنقيمها وبنعطيكم رأي فيها في نهاية المقطع، بس قبل ما نبدأ مقطعنا لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم اي ملاحظة او سؤال او تعليق حلو مثلكم اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية بنترككم مع العرض التشويقي الخاص ببدلات اكس، وبعدها حنستعرض معاكم العجلة بالشكل الكامل، ومستعرض لكم بدلات اكس بالشكل التفصيلي. مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، العجلة تأتي بطابع الفراعنة، ولكن المميز في هذه العجلة أنها تعتبر من أقوى عجلات البدلة إكس، بحيث أنه هذه العجلة ما فيهاش بدلة إكس واحدة فقط، لا بل فيها بدلتين، بدلة الفرعون إكس بتطويرها الأساسي واللي رجعت على لعبة ببجي موبايل، مع إضافة التطوير للمستوى السابع بحيث أنها تصير بدلة ذهبية اللي مستواها أعلى من الميثك، وأيضا بدلة إكس أخرى واللي تأتي تحت اسم بدلة اكس لاريدا سينس، واللي هي ايضا بطابع فرعوني ولكنها بدلة بناتية. وهذا يأكد صحة كلامي لما قلت في مقطع سابق اللي استعرضت لكم فيه العرض التشويقي الخاص بمود السر العتيق، انه احتمال تنزل عجلة فيها اثنين من بدلات اكس بالطابع الفرعوني، ورابط هذا المقطع بيظهر لكم فوق في الكارد. وايضا ومثل ما ظاهر امامكم الان في متجر استرداد العجلة، بتلقوا بدلتين اكس الخاصة بالفراعنة موجودة ضمن متجر الاسترداد بسعر 1000 عملة من عملات الاسترداد. وايضا نلقوا مجموعة سكنات اخرى، ومن ابرز هذه السكنات سكنات بدلات الميثك اللي جاية مع البدلات اكس، وايضا نلقوا مجموعة سكنات اخرى. وبنلاحظوا شيء مميز نزل على عجلة البدلة اكس، واللي هو رفيق القط الفرعوني، واللي ظهر في اخر مقطع اللي استعرضت فيه العرض التشويقي لمود السر العتيق. وهذه تعتبر من اولى عجلات البدلة اكس اللي ينزل فيها رفيق، وبصراحة رفيق القط الفرعوني يعتبر جدا فخم، وايضا الرقصات اللي جاية معاه تعتبر جدا فخمة. ولكن بصراحة من رأيي الشخصي سعر الرفيق القط الفرعوني ضمن متجر الاسترداد الخاص بالعجلة يعتبر جدا غالي، بحيث انه جاي اغلى حتى من البدلة اكس نفسها، فلذلك ياريت من ببجي موبايل انها تعدل عليه سعره، لانه بصراحة لا يستحق ابدا هذا السعر ضمن متجر الاسترداد. وايضا ومثل مظاهر امامكم الان، بنستعرض لكم سكنات بدلات الميثك اللي جاي مع البدلة اكس، وايضا السكنات الاضافية مثل سكنات الخودة وما شابه. بصراحة اشكال بدلات الميثك وايضا السكنات الاضافية اللي جاية مع البدلة اكس تعتبر جدا فخمة، وبصراحة التصميم جدا متعوب عليه. ولكن من رأيي الشخصي الملاحظة السلبية اللي على هذه العجلة هي سكن الحقيبة. بصراحة شكل وتصميم الحقيبة لا يرتقي ابدا للمستوى المطلوب، بحيث انه يكون متناسق مع البدلة اكس. وبصراحة لو رجعوا سكن الحقيبة الميثك اللي جت في عجلة بدلة الفرعون اكس السابقة كان حيكون الامر احسن. ايضا ومثل ما ظاهر امامكم الان، بنستعرض معاكم التطوير السابع لبدلة الفرعون اكس واهم مميزاتها. واول شيء بنلاحظوه ضمن التطوير السابع لبدلة الفرعون اكس هو التغيير الجذري والكامل على البدلة. بصراحة البدلة بتطويرها السابع جدا فخم، وحتى حجم البدلة صار جدا متناسق، افضل من حجم بدلة الفرعون اكس في تطويرها السادس. ولكن عندي عليها ملاحظة بسيطة، واللي هو اللون الابيض. بصراحة اللون الابيض تحسه جدا طاغي على بدلة الفرعون اكس في التطوير السابع، وصارت مختلفة اختلاف كبير عن شكل بدلة الفرعون اكس في تطويراته السابقة. وبصراحة التطوير السابع لو كانت فيه تفاصيل ذهبية بشكل اكبر كان حيكون منظر البدلة جدا فخم. اما بالنسبة لمميزات التطوير السابع، اثناء اصابتك للاعداء بطلقات تصير البدلة متوهجة باللون الازرق الفاتح، وفي حال قمت باصابة اعدائك بطلقات في الرأس بتصير البدلة متوهجة باللون الاحمر. وايضا ومثل مظاهر امامكم الان، بنستعرض معكم بدلة اكس الثانية واللي تأتي تحت مسمى البدلة اكس لاريدا سينس. بدلة اكس لاريدا سينس تأتي بالطابع الفرعوني ايضا، ولكنها تعتبر بدلة بناتية. بصراحة منظر البدلة يعتبر فخم، وشكلها شبيه ببدلة الفرعون اكس في تطويراته ما قبل التطوير السابع، ولكن تفاصيلها تعتبر مختلفة. وايضا مثل مظاهر امامكم الان،
أشكال التطويرات المختلفة للبدلة إكس وأيضا الكل مسج. بصراحة الكل مسج يعتبر جدا مميز، ولكن من أكثر الأمور الفخمة واللي نالت إعجابي بشكل كبير في هذه البدلة هي مرحلة تطوير صدمة الرعب، واللي هي عبارة عن حركة الدخول للبدلة إكس وأيضا رقصة جزيرة الدخول. بصراحة حركة الدخول للفريق لهذه البدلة تعتبر من أفخم الحركات واللي نعتبرها جدا أسطورية، وأنا نعتبرها من أفخم وأفضل حركات الدخول مقارنة بكل بدلات إكس السابقة. أما بالنسبة للشكل النهائي في التطوير السادس، بصراحة حسيت أنه منظرها جدا ضخم وحجمها جدا مبالغ فيه، وأنا بصراحة ومن رأيي الشخصي أي شخص بيشحن على هذه العجلة وناوي أنه يطور هذه البدلة ننصح أنه يطورها فقط لصدمة الرعب، لأنه شكلها جدا فخم على مرحلة صدمة الرعب ونعتبرها أكثر من كافية. وفي النهاية نحب نعطي رأيي في عجلة بدلات إكس الفرعونية ونعطيكم خلاصة رأيي فيها. العجلة تعتبر جدا فخمة والسكنات اللي عليها بصراحة جدا رائعة، ولكن بصراحة السكن الوحيد اللي نعتبره لا يرتقي أبدا للمستوى المطلوب هو سكن الحقيبة، كان من الممكن أن يكون متعوب عليها أكثر من هيك ويكون تصميمه جدا فخم. وأيضا عندي ملاحظة على الرفيق القط، بصراحة 1500 من عمر الاسترداد سعر الرفيق القط الفرعوني يعتبر جدا غالي ولا يستحق أبدا هذا السعر ضمن متجر الاسترداد. أما بالنسبة للبدلات إكس فبدلة الفرعون في التطوير السابع تعتبر جدا فخمة، أما بالنسبة لبدلة الإكس الثانية فبصراحة نعتبرها جدا فخمة ولكن فقط في مرحلة التطوير الخامس، وتصميمها نعتبره جدا سيء في التطوير السادس. وفي النهاية اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، اعطونا رأيكم في عجلة بدلات إكس اللي نزلت على لعبة ببجي موبايل، واعطونا رأيكم في السكنات اللي جاية معاها، واعطونا رأيكم في رفيق القط الفرعوني هل نالت اعجابكم او لا ولماذا. ارجو من الله ان يكون المقطع قد نال اعجابكم، في حال عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.